بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، التواصل يستمر في صباح هذا اليوم ضمن مهرجان سويحان بتسعيرة هجن الرياسة، ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط 17 المخصص لفئة الإبكار. يذهب هذا الشوط الحامل لنا هذه التحديات في هذا اليوم واستكمال أشواط هذا الصباح المخصصة لسن الحقائق الصعاب في هذا اليوم للإنتاج والشراية في هذا الصباح. نتمنى التوفيق لكل المشاركين مع هذا الانطلاق. نسير ونتابع هذا الشوط ونوافيكم بالعشر المراكز الأولى في هذا التحدي وهذا الانطلاق. هنا نسير مع هذه الشعارات الآتية من كل حد من وصوب للمشاركة في هذا المهرجان في هذا اليوم المميز في هذا الصباح. نذهب ونتابع كل التحديات الرائعة في هذه اللحظة وهذه الأسماء العملاقة المشاركة في هذا الشوط. هنا نسير بكم إلى الشوط ونتابع أول المراكز من أعلن وجوده على المحطة الأولى على المركز الأول في هذه اللحظات. أرى هناك من على بعد على الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. انطلقت توافيق حمد بن عوض بن زيتون المهيري الذي يقدم توافيق على المركز الأول للمركز الثاني الانتقالية للمركز الثاني القادمة بكل قوة في هذه اللحظات. الوصول على المركز الثاني من قبل نهاب سعيد بن حمد بن حميد الدرعي والمركز الثالث. هنا ننتقل إلى سمحة سالم بن طبازة بالدودة العامري يصل على المركز الثالث. المركز الرابع القادمة بكل قوة مياسة علي بالمر بن سالم الوهيبي يتدخل مع مياسة على المركز الرابع. المركز الخامس أشوف هناك من الجانب الآخر في هذه اللحظات الوصول والتحرك القادم في هذه اللحظات على الطرف الآخر. هنا نتابع الوصول والقادمة بكل قوة في هذا الشوط. هنا الوصول من مياسة علي بالمر بن سالم الوهيبي وعلى المركز السادس نتابع التقدم الواضح في هذه اللحظات من ميسورة سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي يقدم ميسورة. وهنا أيضا على المركز السادس بدأ الدخول من مراسيل سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري. وعلى المركز السابع هنا أشوف في هذه اللحظات الوصول من الوثبة أحمد بن خليفة بن زهرة الخيالي يقدم الوثبة. وعلى الطرف الآخر بدأ التدخل من خبرة سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الاكتبي. الله يا هذه الأسماء التي بدأت تتدخل من المناطق الخلفية إلى المراكز الأولى في هذه اللحظات. وهناك أرى الوصول من رقم 49 أرى القادمة في هذه اللحظات الوصول من الشاهنية محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي. ولكن وين الصدارة؟ وين التحديات؟ بدينا نقارب إلى المنصة الرئيسية وهناك الخط الأبيض ينتظر في هذه اللحظات والصدارة. هنا تحمل هذا الاسم الرنان نهابة نهابة بدأت تنهب المركز الأول. سعيد بن حمد بن حميد الدرعي يقتنص الصدارة بانطلاقة نهابة. ولكن المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات على المركز الثاني توافيق حمد بن عوض بن زيتون المهيري. والمركز الثالث بدأ التدخل في هذه اللحظات. هنا الوصول من خبرة سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الاكتبي. ولكن الصدارة 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 تحمل هذا الاسم تحمل المقدمة في هذه اللحظات على المركز الأول نهاب سعيد بن حمد بن حميد الدرعي يؤكد فوزه هنا نهاب. ولكن بدأ الدخول في هذه اللحظات مراسيل مراسيل غيرت مراسيل على الصدارة مراسيل ونهاب. شوف التحديات الأخيرة شوف الاندفاع الأخير في هذه اللحظات في هذه اللحظة نهاب ومراسيل مراسيل ونهاب. ولكن نهاب الله يا نهاب غيرت نهاب نهاب على المركز الأول في هذه اللحظات في هذا التحدي. نهاب على الصدارة تحمل هذا الشعار سعيد بن حمد بن حميد الدرعي يؤكد هذا الفوز يؤكد فوز نهاب بالمركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الانتصار. المركز الثاني مراسيل. Yeah.
لسلطان بن محمد بن مرخان المنصوري المركز الثالث رقم 29 هنا ذهب من نصيب سراب سعيد بن محمد بن خلفان بن بينونة الكتبي والمركز الرابع رقم 49 اللي هي هنا الشاني محمد بن سعيد بن ناصر الدرعي المركز الخامس رقم 22 كان من نصيب توافيق حمد بن عواد بن زيتون المهيري. يا سلام الشوط، تابعنا الأداء الرائع وتابعنا الفوز مع نهابة، تهانينا وألف مبروك لمالك نهابة سعيد بن حمد بن حميد الدرعي اللي قدمت العرض الممتاز، فشكرا لراعي نهابة على هذا العرض المتميز الذي قدمت نهابة مع الشوط الماضي، تهانينا له على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي. التوقيت الزمني هو 4 دقائق هنا 4:38 بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس لمالك نهاب سعيد بن حمد بن حميد الدرعي المركز الثاني. كان من نصيب مراسيل سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري ايضا قدمت عرض تشكر عليه مع اللحظات الاخيره، تهانينا له على هذا الانتصار. التوقيت الزمني هو 4:38 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الانتصار على فوز براسيل بالمركز الثاني سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري المركز الثالث. المركز الثالث كان من نصيب سرابة سعيد بن محمد بن خلفان بن بينونة الاكتبي، هنيا لك على فوز سرابة بالمركز الثالث في هذا الشوط، ونهنيك على هذا الانتصار بالمركز الثالث مع سرابة. توقيت الزمني هو 4:43 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.